بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من برنامجكم حسن الختام. فكرة البرنامج باختصار تقوم على استعراض المشهد الأخير أو الفصل الأخير أو ربما اللحظات الأخيرة في حياة صفوة من العلماء. صفوة من العلماء اختصها الله تعالى بحسن الخاتمة، وامتن الله عليها بالثبات عند الممات. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، حسن الخاتمة أمنية عظيمة يتمناها كل مؤمن ويعمل لأجلها كل مؤمن. وكان سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليهم على فرط اجتهادهم في العبادة، على فرط اجتهادهم في الطاعات، كانوا يخشون سوء العاقبة وكانوا يخشون سوء الخاتمة ويتعوذون الله منها ويحذرونها. فحسن الخاتمة كما قلت هي منا من الله سبحانه وتعالى على عباده الصالحين، على عباده الذين أنفقوا حياتهم في طاعته. حسن الخاتمة باب عظيم من أبواب الاعتبار، باب عظيم من أبواب الموعظة، وهو موضوع ألف فيه علماؤنا الأفاضل قديما كتبا مفردة. فمثلا الحافظ ابن أبي الدنيا ألف كتاب في المحتضرين، ابن زبر الرباعي ألف كتابا في وصايا العلماء عند حضور الأجل، عبد الحق الإشبيلي ألف كتاب العاقبة. مثلا أذكر أن الحافظ ابن الجوزي عنده كتاب سماه التبات عند الممات، ومن ألطف ما ألف في هذا الباب كتاب ألفه المؤلف أبو إسحاق الثعلبي المفسر المعروف، صاحب من أهل القرن الخامس الهجري، صاحب كتاب الكشف والبيان في تفسير القرآن، ألف كتابا سماه صرع القرآن أو قتل القرآن، وهو كتاب مطبوع ومتداول، وجمع فيه أخبار جملة من الناس من الصالحين من الفضلاء الذين ماتوا من سماعهم للقرآن الكريم، يعني استمعوا إلى بعض الآيات فتأثروا لها وكانت فتأثروا بها فكانت سببا في 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 وفاتهم. قلت أن من خلال حلقات حسن الختام سنتعرف إلى جانب سياري أو نبذة من سير هؤلاء الفضلاء، هؤلاء العظماء، هؤلاء العلماء، سنتعرف إلى جانب هذه المواقف من حياتهم، سنتعرف على الأعمال أو الطريق الذي أوصلهم بمن الله وكرمه، لأن حسن الخاتمة هي ألطاف إلهية، الطريق التي أوصلتهم إلى حسن الخاتمة. كما هو معلوم في الآثار وفي الأحاديث أن هناك من الأعمال ما يوجب لصاحبها حسن الخاتمة، ومن الأعمال ما يخشى على صاحبها من سوء الخاتمة. فمن الأعمال التي توجب لصاحبها حسن الخاتمة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخلال هذه الحلقات سنرى مواقف وسنرى صورا من حسن الخاتمة. فمثلا سنرى الشخص أو الرجل الذي يموت أثناء الطاعة، وسنتعرف أو سنقف على الرجل الذي يموت يعني غازيا في سبيل الله أو مجاهدا في سبيل الله، وصور كثيرة جدا من 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 الأعمال الصالحة ومن صور الخواتيم الحسنة بإذن الله تعالى. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، مع أول شخصية سنتعرف عليها أو سنتعرف على خاتمتها في هذه الحلقة، شخصية من الغرب الإسلامي، ويتعلق الأمر بمصر بن مسلم الحضرمي، أبو بكر مصر بن مسلم بن ربيعة الحضرمي القيرواني، المتوفى سنة 73، فهو من رجالات القرن الرابع الهجري. مصر بن مسلم الحضرمي هذا من عباد الغرب الإسلامي، هذا رجل ينتسب إلى أهل بيت عرفوا وشهروا بأنهم أهل بيت قرآن، هو وإخوته من شباب الذين عرفوا ووصفوا بالعبادة والزهد التام والعفة والطهارة والصيانة وسلامة الدين. مصر بن مسلم الحضرمي القيرواني كما قلت هو من رجالات القرن الرابع الهجري، ارتحل مع أخ له يكبره سنا يقال له أبو يوسف، ارتحل إلى المشرق
ولقي الشيوخ وأخذ عنهم. ومن أبرز من تتلمذ لهم ما سر الإمام النسائي صاحب السنن. الإمام النسائي صاحب السنن توفي سنة 303 هجرية، لقيه ما سر في السنوات الأخيرة من حياته، وتتلمذ أيضا على أبي القاسم البغاوي صاحب كتاب معجم الصحابة. فلما عاد مصر، لما عاد إلى القيروان، لما عاد إلى المغرب، إلى الغرب الإسلامي، إلى بلده، إلى موطنه، لما عاد جلس للتدريس فرحل إليه الناس وأخذ عنه كثير من الناس، وانتفع الناس بعلمه، وكان فيهم كثير من الأكابر، من أكابر العلماء. مصر رحمة الله تعالى عليه مع كونه موصوفا بالعلم كان موصوفا بالعبادة، حتى قيل ما ترك مصر من اجتهاده في العبادة شيئا. كان رحمة الله تعالى عليه رجلا بكاء نواحا كثير الصلاة، يطيل صلاته ويبكي ويرق قلبه في ذلك المقام وهو بين يدي الله، وتتساقط دموعه حتى تستقر في موضع سجوده، وربما يسقط من قامته فيتأدى وجهه من شدة إطالته للصلاة. رحمة الله تعالى عليه رغم أنه كان في خلاوته ذا حزن وبكاء، إلا أنه كان يخالط الناس والابتسامة لا تفرقه. كان رجلا بساما، وكان رجلا يقضي حوائج الناس. يحكى أنه لازم بيته أو زاوية في بيته 16 عاما، كان لا ينزل من بيته إلا لقضاء حوائج الناس، وكان لا يسأل الناس إلا بالإشارة، إلا عن طريق الإشارة. كان طوال حياته في بيته يعني معتكفا على قراءة القرآن وعلى الصلاة وعلى البكاء وعلى الرقة وعلى الدعاء، لكنه كان ينزل لقضاء حوائج الناس. وكان رحمة الله تعالى عليه يختم القرآن في أول أمره، لما كانت صحته تسعفه وبدنه يسعفه يساعده، كان يختم القرآن مرتين، ختمة بالليل وختمة بالنهار. لما كبر وضعف حاله أصبح يختم ختمة واحدة ليله ونهاره. رحمة الله تعالى عليه مصر بن مسلم كانت تجمعه بأبي إسحاق الجبنياني صداقة وأخوة في الله ومحبة في الله. أبو إسحاق الجبنياني هذا رجل من الزهاد، من كبار العباد الذي جادت بهم القيروان، وهو الجبنياني هي نسبة إلى قرية يقال لها جبنيانة. هذه القرية هي الآن تتبع ولاية صفاقس في تونس، ومن خلال هذا الرجل، هذه الشخصية، هو الذي ساهم في التعرف أو في الإشعاع الذي وقع لهذه القرية. هي كانت قرية مغمورة لا تعرف، ولكن استقرار أبي إسحاق الجبنياني فيها هو الذي أعطاها نوعا من الإشعاع ونوعا من الظهور. وأبو إسحاق الجبنياني يكفي فقط للتعرف على علو منزلته ومكانته، كان ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله تعالى عليه صاحب الرسالة، كان يقول: لو فاخرتنا بنو إسرائيل بعبادها لفاخرناهم بالجبنياني. هذا الرجل على جلال قدره وعلى علو منزلته ومرتبته في العلم والزهد والعبادة، كان يوثق مصر بن مسلم، يوثقه في العلم، وكان يأمر ولده وغيره بالسماع عنه وبالأخذ عنه رحمة الله تعالى. كان كل واحد فيهما، كان كل واحد منهما يجل الآخر ويعرف له قدره، كان يتناصحان ويذكر بعضهم يعني يذكر أحدهما الآخر بالله، إلى أن أبا إسحاق الجبنياني توفي قبل مصر بمدة بسنوات، ووقعت لمصر بعد وفاة أبي إسحاق الجبنياني قصة، ذلك أن أحدهم رأى أبا إسحاق الجبنياني في المنام بعد موته بسنوات، رآه واقفا ينادي ويصيح 3 مرات: يا مصر يا مصر يا مصر. فأخبر مصر بهذه الرؤيا، فقال مصر: أما ثلاث أيام فقد مضت، إنما أراني أعيش 3 شهور أو 3 سنوات. فأرخ الذين حضروا واستمعوا إلى هذه القصة، أرخوا وفاة أبي مصر بن مسلم بعد هذه الحادثة، وفعلا كانت وفاته بعد 3 سنوات. مصر رحمة الله تعالى عليه من الناس الذين ختم الله عليهم بالخاتمة الحسنة وبالنهاية السعيدة. نسأل الله تعالى أن يختم علينا بمثل ما ختم به على مصر، ذلك أنه رحمة الله تعالى عليه
لما شارف على الموت شرع في قراءة القرآن، وظل يقرأ إلى أن انتهت به القراءة إلى قوله تعالى من سورة طه على لسان نبي الله موسى: وعجلت إليك ربي لترضى، ففاضت روحه رحمة الله تعالى عليه. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، المرء يموت على ما عاش عليه. مصر بن مسلم رحمة الله تعالى عليه عاش حياته كلها تاليا لكتاب الله، ذاكرا لكتاب الله، قارئا لكتاب الله، يختمه آناء الليل وأطراف النهار، فأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يقبضه إليه وهو على تلك الهيئة. عاش تاليا للقرآن ومات تاليا للقرآن، وهذه خاتمة يتمناها كل مؤمن. نسأل الله تعالى أن يختم علينا بمثل ما ختم به على مصر بن مسلم الحضرمي القيرواني، كان ذلك سنة 373 هجرية. إلى أن ألقاكم مع شخصية أخرى ومع خاتمة أخرى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.